نتكلم عن أكلاتنا النهاردة، تعالوا أفكركم بالفوازير، فوازير ميز شو يومياً في رمضان وجوائزنا أسبوعية. الفزورة النهاردة، وهقول لكم إزاي تكتبوا كل الحلول، بس خلوني أقول لكم الفزورة. الفزورة النهاردة حاجة كلمت عنها كتير في ميز شو طول الوقت، تلاجة بيكو. الفزورة عن خاصية من الخصائص اللي موجودة في تلاجة بيكو، هي خاصية موجودة في درج. الدرج ده أو الخاصية دي بيتحط فيه لحوم، أسماك ودواجن، وبتقعد بدرجة حرارة صفر لمدة 3 أيام فريش وطازة كأنكم لسه جايبينها من السوبر ماركت. بتفيدنا بإيه؟ بتفيدنا طبعاً أنه ما تطلعش أي روائح كريهة للحوم أو الأسماك أو الدواجن. وكمان لما نبقى محتارين أحط الحاجة بالفريزر لأني لسه ما قررتش هطبخ إيه بكرة، بكل أمان هتحطوا الحاجة في الدرج، تقرروا براحتكم، وثلاث أيام بتفضل فريش زي لسه كأنكم شارينها من السوبر ماركت. هتكتبوا لنا كل الإجابات للفوازير الأسبوعية وتجمعوها معاكم. هينزل بوست أسبوعي على صفحات القاهرة والناس على السوشيال ميديا، على صفحة القاهرة والناس على الفيسبوك، وعلى صفحة القاهرة والناس على الإنستجرام. أنتوا هتكونوا مجمعين كل إجابات الأسبوع وتحطوها في كومنت واحد، الأسئلة كلها إجابتها في وان كومنت. هل ممكن تكرروا الكومنتس؟ ممكن تكرروا الكومنتس، وممكن تعملوا إجابات على الفيسبوك وعلى الإنستجرام علشان تزودوا فرص الفوز بجوائزنا الكتيرة المقدمة من بيكو ومن ميانتا. تعال